أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، بقطر الخير والعطاء، قطر الوفاء والسلام، ننقل لحضراتكم مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. أسير بكم إلى الشوط 16 والمخصص للحقائق البكار فئة الإنتاج. أنتقل إلى أول التحديات لأرى الانطلاقة. على المقدمة هنالك الصائلة صالح بن عبد الله بن حمد بن سعيد، على المقدمة الدور عند لي في المركز الثاني. أرى في المركز الثاني شبابة وشب النار يا شبابة، شبابة سعود بن محمد بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري على المركز الثاني. الدور عند في المركز الثالث والوصول من العنود، العنود وصلت هادي بن مسعود بن بطحان المري في المركز الثالث. نعود إلى المركز الرابع لجين، هذا الاسم الجميل لجين، في المركز الرابع ناصر بن جار الله بن بريك آل الصميخ في المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات تصل سيوف زيد بن علي بن محمد بن نديله المري في المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى. أعود بالنداء إلى المركز الأول وإلى المقدمة، راعي الهجن في حبها فارط شعور، وإذا تولع طار من جدها طيار، ما عاد يلها في غنج داعج الحور، ويهم للمقناص لو كان صقار. يا سلام، أرى هنالك الصايلة ما زالت على المقدمة، صالح بن عبد الله بن حمد بن سعيد على بن ملهية على المقدمة. المركز الثاني ووصول هنالك شبابة على المركز الثاني، سعود بن محمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري، هذا المنتج العملاق يتقدم إلى مقدمة الشوط ويسير يسير ويقود المسيرة. المركز الثالث في هذه اللحظات وصول وقدوم لجين، لجين ناصر بن جار الله بن بريك الصميخ في المركز الثاني في هذه اللحظات. دورنا عند لي في المركز الرابع وصول وقدوم هنالك كوكب رباعية في المركز الرابع، ولكن اللي غيرت الآن غارة تغير وتشن الغارة، عبد الله بن حزام بن محمد بن راشد المري المركز الخامس في هذه الأثناء. وصول وقدوم هنالك وصول الشاذلية، وصلتنا الشاذلية، راشد بن حمد بن سالم بن حمد المكسور، هذا الاسم العملاق. الدور عند لي في المركز الخامس، هنالك الجازي سعود بن محمد بن خميس المراخي، وها هي بوابة الكيلو الأخير، بوابة الكيلو الخطير، بوابة التحدي تنطلق الآن لبكار على المقدمة. يا سلام، لأرى القيادة والسيطرة هنالك لجين، لجين يا سلام بهذه الأناقة، ولكن تسلل هنالك الشاذلية، يا سلام، وعصاها في البطان ما قال لها شيء حتى هذه اللحظات. راشد بن حمد بن سالم بن حمد المكسور، الله الله الله، روح يا المكسور، روح روح، والبكار قادمة. هنالك اللي في المركز الثاني وصول وقدوم، شعارك يا بن نايفة الشبابة، سعود بن محمد بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهادي.
أجري قادم على مستوى الثاني، ولكن خلوني عند لجين. الله يا لجين، روحت تقدم أجمل عرض لعيون جمهور، روح يباريها من يمين ويسار 300 متر الأخيرة. لجين على المقدمة بها الشاذلية، عفوا الشاذلية على المقدمة، راشد بن حمد بن سالم بن حمد المكسور. ها هي الشاذلية كما تشاهدونها على شاشتي قناة الريان الفضائية، تقلع تقلع وتمتع الجمهور بهذا العرض الذي تشاهدونه على شاشة التلفزيون. تهانينا والناموس من الأعماق، راشد بن حمد بن سالم بن حمد المكسور. المركز الثاني كان من نصيب شبابه سعود بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهجري. المركز الثالث كان من نصيب لجين ناصر بن جار الله بن بريك آل الصميخ آل صميخ. المركز الرابع الجازي سعود بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. المركز الخامس كان من نصيب غارة عبد الله بن حزام بن محمد بن راشد المري. تهانينا والناموس للفائزين بالمراكز الأولى المتقدمة. نعود بالتوقيت الزمني، لحظة وصولي الشاذلية، راشد بن حمد بن سالم بن حمد المكسور قدمت عرض ممتاز تشكر عليه، 6 دقائق 12 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني جاءت في المركز الثاني المركز الثاني الشبابة سعود بن محمد بن عبد الهادي، وتوقيتها الزمني 6 دقائق 15 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث 6 دقائق 17 ثانية، 2 جزء من الثانية كانت فيه لجين ناصر بن جار الله بن بريك آل صميخ. تهانينا.